محدش عامل فيه ياخده رجع اللي يطلقني قال خلاص بيس ما بقتلك ما بيستاهل دمع من عيونك خلاص انا مش عم ببكي عليه انا عم ببكي على حالي دخليها اوضتها وانا هجيب حقن المعده واجيلك على طول تعي تعي وطول حبيبي تقلبي انت قال لي ليه؟ رجع قال لي بيطلعني مش عم بفهم ليه؟ انا شو عملت له؟ وهلا كيف صارت؟ يلا ان شاء الله يا رب. وانتي كوكي لساتك متضايقه؟ طولي بالك تقبريني. طيب ليكي انا جاي لعندكم ايه؟ يعني بشوفك وبطمن على ياسمين. يلا باي حبيبتي باي. نغم انا عن جد عم اقول لك انا قلت له لتامر معك اسبوع يا بترجع يا بتطلقني وهي مرقت 3 ايام طيب بيكون الزلمه ما لاقى طياره يعني هي امريكا يا عيني ياخذ طياره خاصه ميدو لا تكوني تاثرتي بحكي مريومه المجنونه نغومه عن جد عن جد معقوله تامر ما يرجع صدقيني بده يرجع ورح يعمل لك اياها مفاجاه وما بتلاقيه الا عم يدق الباب معقول يكون رجع؟ كيف نغم؟ ظابطين شعراتي؟ طلع حلوة؟ كثير حلوة كثير حلوة مكياجي؟ كله ظابط بيعمل يلا افتحي الباب نو سربرايز فوق الشمتازة قلت لك ما راح يرجع كأنه انت شو بحبك بطل بدك ننا يا عمري انت وبدك تنامي تعلمي بقلبي بقوسي تعبي مع بقوسي بقى 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 بدي اخذني الوش شفتني الوش انا شو حالي انت بتشبهي المامي ايه رايح؟ اي رايح تاخرت على الشغل بدي احكي معك شي ضروري